قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. حبايبي وحبيباتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم حبايبي، وفي مراجعة لغة عربية وترم تاني وسؤال وجواب، ومع درس الكنز قبل أن يضيع. بيقولي من درس الكنز قبل أن يضيع أجب عما يلي: إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها الأجيال المتعاقبة عبر السنين والعصور، واختلفت في تفسيرها العقول بحسب أهداف كل جيل ومشاربه، ولكن اتفق الجميع على أهميته وعلى أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء. السؤال الأول بيقول لي: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. بيقول لي: متباينة مرادفها هل هو ظاهرة ولا متطابقة ولا مختلفة؟ هنقول له متباينة مرادفها مختلفة، يبقى هنحط خط تحت ايه حبايبي؟ كلمة مختلفة. طيب بيقول استطاع مضادها يا ترى عجز ولا تكاسل ولا استحال؟ هنقول استطاع المضاد بتاعها عجز، يبقى استطاع معناها قدرة، تمام، جاية من القدرة والاستطاعة. العكس بتاعها يبقى الايه؟ جاية من العجز، يبقى ايه؟ عجزة. مشارب مفردها مشرب ولا مشربية ولا مشربة؟ هنقول له مشارب مفردها مشرب، تمام، مشارب مفردها ايه؟ مشرب. المتعاقبة تعني المتسارعة ولا المتصارعة ولا المتتالية؟ هنقول له المتعاقبة تعني المتتالية، يعني اللي بتيجي ايه؟ ورا بعض، تمام؟ يبقى نحط خط تحت كلمة المتتالية. السؤال اللي بعد كده بيقول: بما تعلل عدم الاتفاق على مفهوم معين للوقت؟ ليه ما اتفقوش على مفهوم معين للوقت؟ هنقول له لأنه يختلف باختلاف البيئات والأجيال، يبقى لكل بيئة بيختلف تعريفها للوقت على حسب ايه؟ الجيل اللي فيها والبيئة المختلفة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: ما الجمال في قوله اتفق الجميع على انه كنز؟ هنقول له الجمال انه صور الوقت بالكنز، وذلك يدل على قيمة الوقت واهميته، يبقى شبه كلهم العلماء اتفقوا على ان الوقت هو الايه؟ هو كنز، تمام، يبقى صوروا الوقت بالكنز، وده دليل على قيمة الوقت وأهميته. بيقول لي من درس الكنز قبل أن يضيع اقرأ ثم أجب: إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها الأجيال المتعاقبة عبر السنين والعصور، واختلفت في تفسيرها العقول بحسب أهداف كل جيل ومشاربه، ولكن اتفق الجميع على أهميته وعلى أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء. السؤال بيقول: تداولتها يملك جيل، هات مرادف الأولى ومضاد الثانية وجمع الأخيرة. يبقى عايز يعرف معنى تداولتها ومضاد يملك وجمع جيل. هنقول له تداولتها أي تناولتها وتعاقب عليها، ومضاد يملك يفقد، وجمع جيل أجيال. السؤال اللي بعد كده بيقول: على ما اتفق جميع الحكماء كما تفهم من الفقرة السابقة؟ هنقول له اتفقوا جميع العلماء على أهمية الوقت في حياة الإنسان، يبقى هم اختلفوا في تعريف الوقت لكن اتفقوا كلهم على ايه؟ على أهمية الوقت في حياة الإنسان. السؤال اللي بعد كده بيقول: ماذا يحدث لو قدر الإنسان قيمة الوقت؟ هيحدث ايه لو الإنسان قدر قيمة الوقت؟ هنقول يملك كل شيء ويحقق كل الأحلام. لو الإنسان استطاع أنه يقدر قيمة الوقت اللي معاه أكيد هيملك كل شيء ويستطيع أنه يحقق كل إيه؟ كل أحلامه. اقرأ ثم أجب: ونسوق إليك هذه القصة علها تبين لك قيمة الوقت. قام أستاذ جامعي في قسم إدارة الأعمال
بإلقاء محاضرة عن أهمية تنظيم الوقت وإدارته، حيث عرض مثالا حيا أمام الطلبة لتصل الفكرة إليهم. هنقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. نسوق مرادفها، يا ترى نسوق مرادفها نرعى ولا نقدم ولا نوضح؟ هنقول نسوق مرادفها ايه؟ نقدم. يبقى هنحط خط تحت كلمة ايه؟ نقدم. يبقى لما نيجي نشيل نسوق كده في الجملة ونحط مكانها نقدم، يعني نقول ونقدم إليك هذه القصة، يبقى ايه المعنى صحيح. الجملة اللي بعد كده بتقولي حيا، مضادها ميتا ولا خياليا ولا مثاليا؟ تمام، محدش يقولي حيا مضادها ميت، لا، نخلي بالي ان ممكن الكلمة يكون لها اكتر من معنى حسب موقعها في الجملة. تعال نشوف الجملة بتقول ايه. حيث عرض مثالا حيا، هنا حيا مقصود بها واقعيا، واقعيا. طب عكس واقعيا ايه؟ يبقى خياليا. يبقى هنا هنقوله حيا عكسها ايه يا حبايبي؟ خياليا. تمام، خلي بالنا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي القصة جمعها القصص ولا الأقاصيص ولا الأقاصي؟ هنقوله القصة جمعها طبعا كلنا عارفين القصص. يبقى جمع قصة ايه يا حبايبي؟ القصص. تحط خط تحت الايه؟ القصص. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما الهدف من القصة التي قدمها الأستاذ الجامعي للطلاب؟ عايز يعرف ايه الهدف والمغزى من القصة اللي قدمها الأستاذ للطلاب؟ هنقوله ايه؟ بيان قيمة الوقت. يبقى الهدف من تقديم هذه القصة انه يبين لهم قيمة الوقت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذكر قولا اعجبك عن اهمية الوقت ثم اذكر صاحب هذا القول. عايز نجيب له قول اعجبني عن اهمية الوقت في الدرس طبعا، وبيكون صاحب، ونذكر كمان اسم صاحب هذا القول. هنقول له القول إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل، أي إيه؟ عجوز. عن صاحب هذا القول مين؟ شكسبير. يبقى هنقول له القول اللي أعجبني إن إذا ضيعت الوقت وأنت شاب، يعني لو ضيعت شبابك في اللهو واللعب هتلاقي نفسك أنت إيه وأنت كبير، مش هتلاقي طبعا لا عندك لا علم ولا معرفة ولا ثقافة ولا عمل ولا مال، لأن أنت ضيعت شبابك في الإيه؟ في اللهو واللعب. يبقى من ضيع وقته وقت شبابه، أو ضيع وقته وهو شاب، أكيد وقته وهو كهل إيه؟ هيكون ضاع. بيقول لي اقرأ ثم أجب. أحضر الأستاذ إناء مليئا بالماء وسكبه في الدل حتى امتلأ، وسألهم ما الفكرة من هذه التجربة من وجهة نظركم؟ أجاب أحد الطلبة بحماس إنه مهما كان جدول المرء مليئا بالأعمال فإنه يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجد والاجتهاد. سؤال هنا، وجهة نظركم. حماس إناء، عرف معنى الكلمة الأولى المراد بالتعبير بوجهة نظركم، ومضاد حماس وجمع إناء. هنقول له مرادف وجهة نظركم أي رأيكم، ومضاد حماس فطور، وجمع إناء آنية. سابقة فكرة وتبين الهدف منها، وضح ذلك. بيقول لي الفقرة اللي احنا قريناها مع بعض بتعرض فكرة، طيب عايز يعرف الايه؟ نوضحها ونبين الهدف منها. هنقول له ايه الفكرة؟ انه بيوضح للشباب قيمة الوقت. يبقى الفكرة او الهدف اللي بينه او وضحه في الفقرة هي ايه حبايبي؟ انه عايز يبين او يوضح للشباب قيمة واهمية الوقت. بيقول لي السؤال هات من الفقرة اسلوبا مؤكدا وبين وسيلة التوكيد. طبعا احنا عندنا اساليب ايه؟ اساليب توكيد. تمام، انها اهدافك. نبص كده في الفقرة نجيب انها اهدافك. طب وسيلة التوكيد ان، كلنا عارفين ان حرف توكيد ونصب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي كيف يمكن للانسان ان ينتفع بالوقت؟ ازاي الانسان ممكن ينتفع بالوقت؟ هنقول له يستغله فيما ينفع به نفسه والاخرين. يبقى يستغله بالإيه؟ بالعلم، بالعمل، بالمعرفة، بالثقافة. تمام، أو يستغله في عمل ينفع به الآخرين بمساعدة الآخرين، أو إن هو يخترع حاجة تفيد الناس كلهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أجب عما يلي. استحسن الأستاذ إجابة الطالب وقام بإخراج كيس من الرمل ثم سكبه في الدلو حتى امتلأت جميع الفراغات الموجودة بين الصخور، وسأل مرة أخرى هل امتلأ الدلو الآن؟ بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. سكبه مرادفه، يا ترى سكبه مرادفه ألقاه
ولا أهدره ولا صبه؟ هنقول له سكبه المرادف أو معناها صبه. خلاص معناها إيه؟ صبه. السؤال الثاني بيقول لي استحسن مضادها استهجن ولا استبعد ولا استرجع؟ طبعا استحسن من الاستحسان، يبقى العكس بتاعها لإيه؟ استهجن. السؤال اللي بعد كده الفراغات مفردها فراغة ولا فراغ ولا فارغة؟ هنقول له مفردها فراغ، يبقى مفرد الفراغات إيه يا حبيبي؟ فراغ. السؤال اللي بعد كده بيقول ماذا قال الدكتور زكي نجيب محمود عن الوقت وما رأيك في قوله؟ هنقول له قال إيه؟ الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك. يعني إيه القول ده؟ يعني ممكن الإنسان تكون سنين عمره قصيرة لكن يفعل أعمال كتيرة جدا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لسنوات عمره، كما بعض الصحابة والأئمة والعلماء في بعض منهم عاش حياة صغيرة جدا لكنه ترك أثر وأعمال كتيرة جدا بالنسبة لإيه؟ لسنوات عمره. طيب رأيي في قول إيه؟ هنقول له هو رأي صواب ورأي إيه؟ حسن. تمام كده حبيبي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اقرأ ثم أجب. فقد وضع الأستاذ دلوا على مائدة ثم أحضر عددا من الصقور الكبيرة وقام بوضعها في الدلو بعناية واحدة تلو الأخرى، وعندما امتلأ الدلو سأل الطلاب هل هذا الدلو ممتلئ؟ تعال نشوفوا الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يا ترى دلو جمعها دلاء ولا دلي ولا كلاهما صواب؟ هنقول له دلو جمعها الاثنين، يبقى كلاهما ايه؟ صواب، يبقى جمع دلو دلاء او دلي. تمام يا حبيبي. بيقول لي عناية مضادها اهمال ولا تعجل ولا افساد؟ هنقول له عناية مضادها اهمال، يبقى هنحط خط تحت ايه؟ اهمال. بيقول لي تلوى تعتبر ظرف مكان ولا ظرف زمان ولا حرف جر؟ طبعا هنا بيقول لي ايه؟ واحدة تلو الاخرى، ده في ايه؟ لما كان بيحط الصخور في الدلو. تمام، يبقى ده مكان، يبقى هنقوله ده ظرف ايه؟ ظرف مكان، يبقى هنحط قط يا حبيبي تحت ظرف الايه؟ المكان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الاستاذ الجامعي كان يعمل بكلية الهندسة ولا كلية التجارة ولا كلية الأداب؟ طبعا كلنا عارفين انه كان بيعمل بكلية الايه؟ التجارة. طيب السؤال اللي بعد كده ما المعنى الذي يرمز اليه الدلو والصخور الكبيرة؟ عايز يعرف معنى، مش المعنى كلمة الدلو، لا الرمز بيرمز لايه؟ طب الصخور الكبيرة بترمز لايه؟ هنقول له الدلو بيرمز للوقت والصخور بترمز للأهداف العظمى. يبقى هو شبه الدلو هنا كأنه وقت بيحط فيها الصخور الكبيرة اللي هي الأهداف الايه؟ العظيمة. بيقول لي السؤال اللي بعد كده اقرأ ثم أجب. قد يتساءل البعض وما الصخور الكبيرة؟ فأقول له إن هدفك في هذه الحياة أو مشروع تريد تحقيقه كتعليمك وطموحك أو إسعاد من تحب أو أي شيء يمثل أهمية كبرى في حياتك، تذكروا دائما أن تضعوا الصخور الكبيرة أولا وإلا فلن يمكنكم وضعها أبدا. عايز يعرف ماذا أراد الأستاذ من هذه التجربة؟ يبقى كان إيه؟ أراد إيه؟ أراد أن يبين للشباب قيمة الوقت وضرورة استغلاله فيما ينفع وينبههم إلى ضرورة تحديد الأهداف منذ الصغر. يعني حضرتك دلوقتي في تاني إعدادي، يعني ما شاء الله من المفروض من دلوقتي ومن أولى إعدادي كمان تكون حاطط هدف قدام منك. يبقى اللي ناوي تعمل ايه؟ تشوف دلوقتي انت ناوي ايه. كتير من الاولاد الناس بتسألهم انت نفسك تطلع ايه؟ ولا معرفش، او ده مش محدد هدف، او ده ممكن يضيع عمره كلها ايه؟ هباء. لا، من دلوقتي لازم تعرف انت ناوي تعمل ايه، عايز تعمل ايه. لازم تحط اهدافك الكبيرة قدامك الاول وعشان تقدر ايه ان انت ايه تحققها بإذن الله. السؤال التاني بيقول لي هات من الفقرة تشبيها وبين رأيك فيه. هنقول له التشبيه انه شبه الصخور الكبيرة بالهدف، فقد شبه الاهداف العظمى بالصخور الكبيرة. طب بيقول لي ما الجمال في قوله انها هدفك في هذه الحياة؟ هنقول له
تشبيه جميل للأهداف بالصخور، يبقى شبه الصخور الكبيرة بأنها أهداف إيه كبيرة. انتهى هذه الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا كلكم، ونكونوا خلصنا أو جمعنا كل الأسئلة والإجابات اللي ممكن تيجي على درس الكنز قبل أن يضيع. هو درس جميل جدا وشيق، يا رب تكونوا استفدتوا، وتعيدوا الفيديو أكتر من مرة حتى تستفادوا وتشيروه، واللي فعلش الجرس ياريت يفعل الجرس حتى تصلوا فيديوهاتنا تباعا، واللي عنده أي تعليق أو استفسار يتركه في التعليقات أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.